بشرب. أنا ضدها. أنا مع الإعدام. أنا ضد مع حكم الإعدام. ضد الإعدام للتفكير. يعني أنا معه ضد. معه بشكل كبير. قانون الإعدام يكون مطبق. وأنا مع إعادتها. ضد رقوبة الإعدام تماما ومطلقا 100%. ضد حكم الإعدام. ما إذا بستاهل ما طبعا. النفس أو الروح التي يهبها الله للإنسان لا يجب أن يكون سلطة لأي كان أن يأخذ هذه الروح. قتل غير مبرر، لا يبرر قتل بشو مكان، ممكن تكون فيه عقوبات أفضل إلا أنه تزهق روح إنسان. أوكي هو غلط في حالة من الحالات وقتل إنسان، لازم نبحث إحنا ليه الناس بيقتلوا بعض، شو السبب السببية اللي الناس بيقتلوا بعض علشان حكم الإعدام مش بكل شيء. يعني في حالات في ناس بتقتل، آخر فترة صارت أب يقتل بنته، أخ يقتل أخته. أنا مع قانون الإعدام بهاي الحالات. يعني ما إلي حق أنا كشخص مثلي مثله، حتى لو كنت أنا سلطتي أعلى من سلطته قانوناً، إنه أخذ روح. بتخيل إنه يتم إصدار عقوبات معينة رادعة أفضل من إنه يتم اتخاذ عقوبة الإعدام. أعتقد إنه وجود عقوبات معينة مثل عقوبة الإعدام هي دليل على فشل الأنظمة الإنسانية، وأنا ما بدعو لنظام آخر في هذا الحوار، ولكن بعتقد إنه علينا أن نجد طرق أخرى وبديلة. يتم سجنه مع إعادة تأهيله نفسياً، لأنه أي إنسان بيرتكب أي جريمة بيكون بيعاني من خلل نفسي، فإذا إحنا قدرنا نعمل له إعادة تأهيل وقدرنا نخليه يرجع ينخرط في المجتمع، هذا وقع رسالة إنسانية أكبر بكثير من أن يسلم حياته. مش على ثقة إنه ما تستخدمه بشكل عادل، ممكن تطبيقه يكون رقم عام أو لا. يمكن تطبقها على مثلا على الفقراء احسن من الاغنياء، يعني انه عدم تقبل منظومه العداله بشكل عام بالدول. هم مش رايحين يعدموا كل الشعب، اللي عليه قضيه كثير خطره، خلينا نحكي او المجتمع او القانون الاردني بتصفي انه لازم يعدم. وكل واحد بيعمل عمل يتحمل مسؤوليته. ما في سبب، اي سبب وجيه انه نقتل حتى لو كان قاتل. علاج الداء بالداء مش دائما بيمشي. لازم نعطي الناس فرصه.